اهلا بيكم بعد الفاصل. ودلوقتي بقى بنتكلم عن الاطفال الجميله اللي هي عندها مواهب، وان احنا حابين يعني كانت الدكتوره معانا بتتكلم ان احنا ازاي ننمي المواهب، ازاي ما يفضلوش قاعدين طول النهار على التابلت. فاحنا النهارده معانا طفلين جمال جدا ومعاهم رسومات جدا وما شاء الله على الموهبه اللي عندهم. معانا الطفله لوجين عز الدين، اهلا بيكي يا لوجي. ازي حضرتك؟ واياد احمد كمال، اهلا بيك. وريني بقى يا لوجي كده، انت قولي لي، كلميني عن نفسك، انت اسمك ايه؟ تعرفي جينا عز الدين. ايوه جينا عز الدين شريف. ايوه في سنه كام يا لوجي؟ انا في البرايمري 5. ايوه مدرسه ايه؟ سبيتس مودرن اكاديمي. ما شاء الله، عملتي ايه؟ نتيجه طلعت؟ الحمد لله كان كويس. طيب الحمد لله، مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب احكي لي بقى كده يا لوجي كده، قولي لي انت بتحبي الرسم من امتى؟ من وانا عندي 5 سنين. وبترسمي؟ كنت برسم حاجات كانت شويه بتطلع معوجه، بعد ما كبرت ابتديت ارسمها كويس، ولغايه دلوقتي الحمد لله بقيت ارسمها تمام. طيب الحمد لله. احنا الصور بتاعتك دلوقتي هتظهر على الشاشه للساده المشاهدين، ما شاء الله عليكي وعلى الموهبه بتاعتك. الصوره بتاعتك اهي، دي صوره ايه؟ دي ده بسيط. لا ده مستر سلطان. طيب تمام. اللي بعده سبونج بوب. الله ما شاء الله، جميل قوي يا لوجي. وده حصان شعره بيبقى ملون وديله بيبقى ملون. ما شاء الله لوجي، الحصان ده انت رسماه ولا ده انت ده تلوين، يعني ده ورقه كده انت ملونها ولا ده انت رسماه؟ طيب ما شاء الله عليكي، الله صورك كلها جميله قوي يا لوجي. شكرا. دي بنت زي ما يكون في عيد ميلاده حواليها بلالين وكده. طيب احنا معانا مداخله يا لوجي، قولي الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الصحة والجمال. ايوه اتفضل، حضرتك على الهوا. انا جد شريف، جد الطفلة لوجين عز الدين شريف. اهلا وسهلا. بعدين انا بهنيه على الصور الجميلة اللي هي مصوراها اللي هي رسمها، وعايز ابعت لها رساله للوجين. هي سامعاك، اتفضل. حفيدتي ان ربنا يوفقها ويبارك لها على ببارك لها على النجاح في نص السنه. الله يبارك فيك. وعقبال كل الاطفال زيها يا رب، وعقبال اخر السنه ان شاء الله. و حضرتك بقى الألمية. حضرتك شايف ان لوجين موهوبه؟ هي بصراحة هي البنت موهوبة، وشايفة رسومات جميلة جدا بترسمها، وان شاء الله هتكون ليها مستقبل باهر يعني. ان شاء الله. شكرا ليك. لوجي تحبي تقولي ايه لجدو؟ اقول له ان هو كان بيساعدني على الرسم واكتر واحد وقف جنبي. بعدين انا شايف ان هي يعني فيها امل انها تكون رسامة كبيرة يعني. ان شاء الله يا جدو. اسمعها استاذ شريف، اسمع لوجين. بشكر جده جدا، هو اللي ابتدى يعلمني حبه حاجات في الرسم، ويا رب يخليه ليا. شكرا على اتصالك استاذ شريف، اسمعنا من التلفزيون. جده بقى واضح ان هو بيشجعك جامد على الرسم. ربنا يخليه. مين تاني بيشجعك؟ مامي وبابي وجده، اول واحد كان بيشجعني وتيت. طيب تمام، احنا هنرجع بقى نكمل بقيه الصور بتاعتك يا لوجي. الصور يا شباب، قولي لي بقى في المدرسه بقى انت اتعلمتي الحاجات دي، بتتعلميها في المدرسه ولا روحتي اتعلمتي في مكان تاني؟ لا انا في النادي بتاعي خدت كورسات فيه. طيب تمام، كورسات رسم. بقيه الصور بتاعتك ايه؟ ده مينيوس برضو، صوره ما شاء الله جميله قوي يا لوجي. شكرا. الله حلو قوي. ده صاروخ. حلو قوي وجميل. شكرا. ودي الله بنت. برافو عليكي، عاملاها في هيئه علم مصر. ايوه شاطره يا لوجي، برافو عليكي. طيب احنا هنرجع لك تاني، هنروح لاياد. ازيك يا اياد؟ الحمد لله. اسمك ايه بقى، عرفني بنفسك. اياد احمد كمال. طيب في سنه كام؟ برايمري 2. شاطر. مدرسه ايه؟ تالنت لانجوج سكول. طيب قولي بقى انت بتحب الرسم من امتى؟ من وانا عندي برايمري 1. طيب ما شاء الله. ومين بقى بيشجعك على الرسم؟ بابا. بابا بيشجعك على الرسم؟ بابا بيحب الرسم وبيلون وكده؟ طيب وريني كده الصور الجميله اللي انت راسمها دي، هتظهر برضو معانا دلوقتي على الشاشه. وماما بتساعدك برضو على الرسم؟ حب. طيب انت بقى رحت
ما هنبص على الصور بتاعتك ونرجع تاني. الله الصورة الجميلة دي، أرنب، ودي ايه؟ بطريق. بطريق جميل. ده ديناصور حلوة قوي. انت بقى كنت بتتعلم رسم في حتة ولا دي موهبة بس؟ لا بتعلم في أكاديمية. رحت اتعلمت في أكاديمية، برافو عليك، شاطر يا اياد. وفي المدرسة برضو بترسم وكده؟ اه. انت بقى ليك أنشطة تانية؟ ليك حاجة تانية بتحب تلعبها تمارسها مع بتلعب ايه؟ كورة. طيب برافو عليك، ما شاء الله عليك، يعني انت كمان موهوب اهو، وانت كمان منسق جدا الالوان، وبرضو بص يعني عامل كل حاجة ما شاء الله، مش طالع بره ولا اي حاجة. الله حلوة قوي دي برضو. مزرعة. مزرعة جميلة. لا دي مش مزرعة، دي ايه؟ دي فيلا، لكن في كلاب. اه دي الكلاب اللي هي بتحرس اصلا، عشان انت عاملها اخضر كده حواليهم، برضو جميل جدا. معانا مامة شيرين، مامة اياد، اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا يعني بتصل علشان مبسوطة جدا من اياد ومن رسماته الجميلة، ويعني عايزة ان هو ظهوره النهاردة يشجعه على ان هو يكمل، وما يقفش عند الليفل اللي هو واقف عنده، يكمل تاني يبقى موهوب كده. وهو عارف قد ايه بابا بيحب الرسم، وبابا فنان، وهو عايز يبقى زي بابا كده ان شاء الله. لا بس ما شاء الله عليه، يعني انت اكتشفتي الموهبه دي من امتى يا مدام شيرين؟ والله هو بابا شافه كده وهو صغير عند سن 3 سنين كده، رسم رسمه كده زي طفل اخوه الصغير كان لسه مولود قادر. فهو رسم زي بيبي صغير، فعلا اللحظه دي حسينا ان هو الولد دي هو موهوب كويسه ويجي منها موهوب. ما شاء وبعد الله. كده بقى بدا يلون الوان جميله جدا. وبعدين بقى بابا قال لا احنا نوصل الموهبه ديت ان هو يتعلم يعني، وفعلا هو بيروح الاكاديميه، بس انا عايزاه بقى يكمل بقى. لا طبعا لازم ما شاء الله يكمل، يعني الموهبه جميله جدا، ومنسق الالوان وحاجات كتير تدل ان هو ما شاء الله عليه. يعني هو فعلا كل اللي يشوف الوانه يقول عليه بصراحه الوانه هاديه ورقيقه وحس فني ومنسقه كده جميل يعني. ايوه. طيب مدام شيرين ربنا بقى يحفظه ويوفقه، وعايزاه زي ما هو بيحب الكوره كده يكمل في الرسم ان شاء الله. يا مدام شيرين بنشكر حضرتك جدا. ميرسي جدا يا فندم. ماما بقى تحب تقول لماما ايه؟ شكرا. شكرا. طيب احنا هنكمل الصور بتاعتك دلوقتي، هتظهر معانا على الشاشه ونشوف الرسومات الجميله دي. انت قلت لي دي الفيلا، تمام كده، وده ايه بقى؟ فيل وارنب. الله جميل قوي، حلو قوي يا اياد. وده البيت صح كده؟ اه. حلو قوي، جميل قوي. ايه اللي حواليه ده؟ ده الازرق، ده ايه؟ البحر ولا دي الارض؟ لا دي الارض بس باخضر. بس عشان هي مش باينه. جميله قوي، حلو قوي يا اياد، ولازم تكمل فعلا زي ما مامي بتقولك، زي ما بتحب. والازرق اللي جنب البيت ده ده ازرق. بس جميل قوي، والالوان جميله ومنسقه وحلوه قوي. شكرا. وبعدين بقى انت دلوقتي لسه لحد دلوقتي بتروح الاكاديميه ولا انت كده خلاص؟ ده عشان الدراسه. عشان الدراسه بتروح في الاجازه. ربنا يوفقك يا اياد يا رب. جميله قوي، والصور اللي انت كمان جايبها معاك دي جميله قوي، والسفينه دي حلوه قوي اللي ماشيه في البحر دي، اهي ظهرت اهي على الشاشه، جميله قوي دي ما شاء الله، عجباني قوي. فنان يا اياد ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليك. الله حلوه قوي دي، ده ايه ده؟ ده هدهد. ده الهدهد والفار. الله حلوه قوي، شفتها فين دي؟ شفتها فين الرسمه دي؟ ده في السكتش بتاعي. جنبها كان مرسومها، وكان مرسوم كل حاجه ازاي بالظبط، فنقلتها. برافو عليك. لا ما شاء الله عليك، حلوه قوي دي. دي ايه؟ الارنب صح واولاده؟ حلو قوي، جميله اياد، برافو عليك، رسوماتك كلها ما شاء الله جميله، انت ولوجي ما شاء الله على الموهبه اللي فيكوا، لازم ننميها. لوجي بقى هنرجع لك يا لوجي، قولي لي بقى انت بتقضي وقتك ازاي في البيت، او بتقعدي على الرسم ازاي، او بتشتغلي ازاي في الرسم؟ انا بجيب الواني دايما. تبقى الرسمه في مخك ولا بتبقى قدامك بتنقليها؟ يعني اصلا سبونج بوب، كل الاشخاص الكرتونيه
او الطبيعه على العموم. لما انا بقعد مثلا اتفرج على التلفزيون او كده واشوف الحاجات دي، فبعد كده لما اجي ارسم بحس بشوف الحاجات دي في خيالك. ايوه فانا ساعات بلقط الحاجه. سبونج معانا، سبونج بوبا. طب انت يا لوشي، انت الشخصيه دي لازم انت تكوني حباها صح؟ انا بحب عشان كل الحاجات اللي انت رسميها، يعني عشان انت تطلعي الصوره ما شاء الله بالشكل الجميل ده، فانت كده اكيد انت حابه الرسمه دي او حابه الشخصيه دي. ايوه. ايه تاني يا لوشي؟ لما روحتي بقى الاكاديميه بتاعتك، انت اتعلمتي في الاكاديميه قلتي لي، كنت بتتعلمي هناك ايه، او هما بقى بينموا المهاره دي عندك ازاي؟ كانوا بيعلموني، هو انا لما روحت كانوا بيعلموني ازاي ارسم انسان او كده. فكانوا واحده واحده قعدوا يعلموني، وكل حصه كنت بستفاد فيها، ولغايه ما بقيت الحمد لله بعرف ارسم انسان او حاجه عن الطبيعه او كل الحاجات. برافو عليك يا لوشي. ولازم ان احنا اكتر حاجه ننمي المواهب اللي عندنا، ونبعد عن التابلت وعن الموبايلات وعن الحاجات دي كلها. برافو عليك. شكرا. اياد، انا عايزاك تهتم اكتر بالرسم زي ما مامي بتقول، وعايزاك كل وقتك يبقى رسم كوره، نبعد عن الموبايلات عن التابلت والحاجات دي الجميله اللي هتخليك ما شاء الله فنان كبير. تمام يا اياد، نورتوني، وانا مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا معايا، ومبسوطه جدا ان في نماذج جميله زيكم كده. شكرا. انا ان شاء الله هستضيفكم تاني ويكون معاكم رسومات تانيه باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله الى اللقاء في حلقه جديده، واتمنى ان يكون في مواهب عندنا ان احنا نحاول ننميها، وكل طفل نشوف هو عنده موهبه ايه ونحاول ان احنا ننميها، ونبعد بقى بعيد عن التابلت وعن الموبايلات وعن اضرارهم. ان شاء الله كده الى اللقاء في حلقه جديده. وعايزه انوه عن حاجه، ان كل اللي عنده طفل عنده موهبه في حاجه يبعت لي على الصفحه وانا هستضيفه، وان احنا نحاول ان احنا نطلع جيل يعني بعيد عن الموبايلات وعن التابلت وعن الحاجات دي كلها. الى اللقاء في حلقه جديده.